خلوني أبغى أقول لكم على ثلاث علامات هي تعطيني إشارة كثيرة جدا وقريبة من إنه هذا الشخص هو فعلا يحب نفسه وعنده اتصال وتصالح عميق مع نفسه. العلامة الأولى، هذا الشخص اللي يحب نفسه لا يؤنب نفسه أو قليل التأنيب، لا يؤنب نفسه أو قليل التأنيب، ما يعني ما يجد نفسه، ما يقول أوه ليتني ما سوي، أوه ليتني ما حط، أوه كنت غلطان لما سويت كذا، لا ما كان المفروض إني أسوي كذا، آه سويت كذا بيصير كذا، آه ما عنده هذه الخانة، ما عنده هذه الخانة، أو عنده لكنها جدا بسيطة، وبالتالي ما تأثر على حياته ولا تأثر على يومياته ولا تأثر على قراراته ولا تأثر، يعني خفيف شيء بسيط. فشعور التأنيب راح يعطيني إشارة كبيرة إلى أنه هذا الشخص هو يحب نفسه ولا ما يحب نفسه، ويحب نفسه ولا ما يحب نفسه. راح تلقى الشخص اللي ما يحب نفسه هو دائما كأنه متسلط. شفتوا الشخص اللي متسلط مع كأن مع ورقة وقلم يحسب على نفسه، حسابه وبكل قسوة، بكل قسوة يحاسب نفسه بقسوة، لا ما سويت كذا، لا غلطان، لا ما يصير كذا، شيء يعني شديد شديد، يقولك أنا أحب الكمال، أنا أحب الكمال. الله يعينك الله يعينك، هذا من 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 يعني من شدة الضياع، إنه أنت عندك هذه القسوة على ذاتك وهذه القسوة على نفسك. فهذه حالة الشعور بالتأنيب راح تخلي أيضا الكارما تستمر، وراح تلقى حولك طاقم كامل، راح تلقى حولك طاقم كامل متخصصين بالتأنيب. شيء مضحك لكن حقيقي، راح تلقى أبوك أمك أختك أخوك مديرك في العمل زميلك في العمل زوجك زوجتك كلهم متخصصين في تأنيبك كذا، يعني بس يعني إيش ينتظرون عليك الزلة، ينتظرون عليك الغلطة، جاهزين على طول تسجيل، لا طلعت قبل الدوام بدقيقة. طيب والناس الثانيين طالعين قبل بساعة، لا بس بس ولو انت يعني غير يتسجل عليك. فتلقى كل اللي حولك مشغولين ينبونك، مشغولين يقولك ليش سويت كذا، ليش سويت كذا، لو صار كذا كان ما صار كذا، لو ما سويت كذا كان، انت يوم انك سويت كذا وسويت فينا وحطيت فينا وديتنا في 60 داهية، هذا من سلوكياتك، هذا من تصرفاتك، هذا من شعورك، هذا من الضياع اللي انت فيه. شغالين ليش؟ لانه موجود في الداخل ايضا. فراح تلقى هذا الزر معلق في لوحة التحكم عندك، اذا كنت ما تحب نفسك راح تلقى هذا الزر معلق، سواء انت معلق عليه او سواء انت تفضل، او يا جماعة في احد يبغى يضغط زر التأنيب برضو فاتح الباب والدنيا سايبة ولوحة التحكم، يعني اي واحد في الشارع يستلمها ويضغط على زر التأنيب، اي شخص يقدر يأنبك، اي بزر في الشارع، اي طفل يقدر يضغط زر التأنيب عليك، وتقعد انت يعني مشغول طول الليل ولا تنام، وتحس انك او ضميرك أنبك وكذا. هذه علامة كثير مهمة، وايضا انها واضحة تقدر تعرفها في نفسك، تقدر تعرفها في نفسك. العلامة الثانية، وهي صراحة علامة كثير مهمة، اللي راح تلاحظها عند الأشخاص اللي يحبون أنفسهم، أنهم لا يؤذون الآخرين، أو خلنا نقول ليس في نواياهم أو مقاصدهم أو خططهم إيذاء الآخرين. يعني يمكن يأذون الشخص مثلا لما يدافعون عن أنفسهم، يمكن والله بالخطأ، لكن ليس في نية شخص يحب نفسه إيذاء الآخرين، سليم، صفحة بيضة، ما عنده خطة لإيذاء أحد. الشخص اللي يحب نفسه ما عنده خطة، ما في خطة ولا في نية لإيذاء أحد، لكن والله أحد اعتدى عليه يمكن يرد وبقسوة، يمكن يعتدي وبقسوة، يمكن يصير خطأ، يمكن يصير خطأ، لكن هو بينه وبين نفسه يقعد كذا بينه وبين نفسه ما عنده نية لإيذاء أحد،
لا بالسر ولا بالجهر، ما عنده رغبة إنه يأذي أحد، لا نية ولا شعور ولا فكر ولا خطة، ما عنده هذا الشيء، مو موجود، زر الإيذاء مو مشتغل عنده. والسبب إنه إيذاء الآخرين هو إيذاء لنفسك، بس أنت ما تقدر تفهمها بالصورة الصغيرة اللي أنت قاعد فيها، ما تقدر، لازم تشوف الصورة الكبيرة وتعرف أنك لما تأذي الآخرين أنت تأذي نفسك. يعني اللي يحملون عقود كارمية ويجلدون الآخر ويؤذونهم، هم يؤذون أنفسهم حرفيا، هم يؤذون أنفسهم وفقا للصورة الكبيرة. شخص يحب نفسه مليان بالحب ما عنده أصلاً في طاقته فكرة إيذاء الآخرين، فكرة إنه يسوي خطة ضد أحد، فكرة إنه ينوي يعني يتقعد الأحد، ما هي موجودة. فهذه إشارة كثير مهمة. وعلى فكرة اللي يؤذي الآخرين تبعاً لها، يعني إذا عنده نية إيذاء الآخرين وخطة وفكرة ومشاعر، تبعاً لها في سيستم كامل. أبغى أقول لكل شخص يعني يحب يأذي الآخرين إنه إذا الآخرين هذا الزر عنده سيستم كامل، والسيستم حقه كثير مزعج وكثير مؤذي. يعني خلني أقول لك بطريقة أخرى، إنه يعني حتى لو بتفكر بطريقة أنانية، من مصلحتك إنك ما تأذي أحد، من مصلحتك إنك ما تأذي أحد، لأن الموضوع كثير له تبعات فكرية مشاعرية طاقية مادية، كثير له تبعات. فراح تجد الشخص اللي يحب نفسه وصل لهذا خلنا نقول النقطة في حياته، سواء بشكل واعي أو لا واعي، وصل لهذا الاستقرار إنه ما عنده هذا الخيار إنه هو يؤذي أحد، ولا عنده هذه النية ولا يبغاها ولا راح يسعى لها ولا يخطط لها. لكن شوف، لكن هو مش ضعيف، اللي يحب نفسه ترى قوي، بمعنى انه ممكن يؤذي الناس، هو موجود ممكن يؤذي الناس اذا تم الاعتداء عليه، او اذا صار الموضوع خطأ، وهو يعرف انه هو لما يؤذي الاخرين مشاعريا طاقيا فكريا ماديا، الموضوع كله احنا كلنا كذا يعني خزان واحد، وكلنا كذا عندنا وصلات طاقية مع بعض. فبالتالي هو يعرف بوعي او بلا وعي انه يؤذي نفسه لما يؤذي الاخر، فبالتالي لانه يحب نفسه هو لا يؤذي الاخرين، لانه يحب نفسه هو ما يؤذي الاخرين. وشوف، ما تقدر تحكم على أحد، التأنيب واضحة، التأنيب تقدر تشوفها من برا. إذا الآخرين ما تقدر تحكم، لأنك ممكن تشوف شخص تقول أوه هذا مؤذي، بينه هو قاعد يدفع نفسه أو قاعد يسوي غلط، وممكن تشوف شخص ما يؤذي بس هو ما يؤذي خوفا وضعفا. طيب، مو اختيارا، أنا أتكلم عن شخص مختار لهذا الطريق، فهو مو قاعد يؤذي الآخرين لأنه ما يملك القدرة، لأنه ضعيف، لأنه ما يملك هذه القدرة. ففي فرق. فهذه النقطة صعب تحكم فيها على الآخرين من برا، بس سهل تحكم فيها بينك وبين نفسك. سهل قدام المراية تسأل نفسك، هل أنت تبغى تأذي الآخرين ولا ما تبغى تأذيها؟ أنت تقدر بكل بساطة قدام المراية تجاوب على هذا السؤال. الشيء الثالث اللي تقدر تعرف فيه انك انت تحب نفسك او ما تحب نفسك، اللي هي قضية الانجاز، او ممكن نسميها الخلق، او ممكن نسميها اتمام مسؤوليتك بتقديم شيء، كأنك خلنا نقول انك انت تعطي أو تقدم أو تنجز أو تنقل شيء من طاقتك للآخرين. هذا أيضا بالنسبة لنا يدل على أنه الشخص يحب ذاته،
لأنه هو يعرف بوعي أو بلا وعي إن هو عند القدرة، وهذا شيء في حب للذات، وهو يستخدم هذه النقاط القوة وأدوات القوة. هو يعرف إنه لما يقدم هو يقدم لنفسه، أنت تقدم لنفسك طوال الوقت، ما تقدم لأحد ثاني، وبالتالي هو يعرف إن هذه الكارما، هذا التقديم، هذا العطاء، هذا الهدف لما يتحقق، هذا الإنجاز، هذا الخلق لما يصير، هو يعرف إنه هو يعني يحب نفسه، فبالتالي يقدم هذا لنفسه، يقدم هذا لنفسه. هذه الثلاث علامات إذا اجتمعت عند شخص مؤكد هو يحب نفسه، مؤكد هو يحب نفسه، هو بشكل أو بآخر عنده طاقة حماية عالية كثير كثير كثير، هذا محمي، لأنه يعني طاقة الحب كذا تتسلل إليه طوال الوقت. طبعا خلني أقول لك، قليل ناس ممكن يعني عندهم كل هالتشكيلة هذه، يعني عندهم موضوع التأنيب وموضوع الإيذاء وموضوع الهدف والعطاء، يعني يمكن أكثر الناس تميل إلى موضوع التقديم، موضوع تحقيق الأهداف، موضوع العطاء بأشكالهم، يعني في ناس تعتبر أنه تقديم العطاء خير، في ناس تعتبر أنه تحقيق الإنجازات نجاح، يعني لا حسب كل واحد وش المدرسة وش الدين اللي هو جاي منه وش الفلسفة. فهذه النقطة في ناس كثير يعرفونها وبالتالي يعيشون عليها وعلى طاقتها، وهذه تعطي حب للذات، يعني كونك تحقق أهدافك، كونك تعطي الناس، هذه على طول تعطيك طاقة حب، بس هذه جزء، بس هذه شيء يعني من 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 النقاط اللي احنا تكلمنا عنها. لكن لما تشوف قضية التأنيب، صراحة أغلب الناس شوف الأخيرة هذه، أنا أقولك أغلب الناس يؤدونها، أغلب الناس عندهم هدف قاعدين يشتغلون عليه وقاعدين يعطون، غالبيتنا صحيح يعطون غلط، صحيح يعطون من ضعف، صحيح يعطون بانتقاء ويزعلون وبعدين يحسبوا أنفسهم على عطاء، صحيح يشتغلون على هدف غلط ويمسكون طريق غلط، بس في النهاية كثير من الناس مشغولين بهذا الأمر. لكن التأنيب، غالبية الناس متأنبة، ومن السهل تأنيبها، ومن السهل ضغط زر التأنيب عليهم، غالبية الناس متأنبين. من ناحية الإيذاء، خلني أبغى أعتبر أنه إحنا خصوصا في المرحلة التاريخية اللي إحنا نمر فيها، إحنا عندنا أرواح كبيرة ما زالوا أطفال وهم قاعدين يسوون كثير من التوازن، عندنا شيبان أرواح أطفال مؤذين لهذه الأرض، الشيبان اللي يحملون الأرواح الأطفال عندهم كثير من الإيذاء صراحة، والأرواح الكبيرة القادمة ما عندها هذه، عندها كثير حب وعندها كثير طاقة تشافي. فخلني أقول إنه في وفي، إنه الموضوع شوية بالنص، موضوع الإيذاء، وهذه فيها تدافع، تقدر تشوفها الآن أنت بعينك، تقدر تحسها إنه كأن إحنا في تدافع ما بين الناس اللي تبغى تأذي وما بين الناس اللي ما تبغى تأذي، أو ما بين الناس اللي تحمل طاقة التشافي والحب وما بين الناس اللي تحمل العقود الكارمية وتريد أن 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 تستمر الكارما على الأرواح الأخرى. فهذه فيها يعني خلنا نقول أعداد متقاربة. أعتقد أن كذا أنت تقدر تعرف نفسك إذا أنت تحب ذاتك أو ما تحب ذاتك، إذا أنت تحب نفسك أو ما تحب نفسك. وصراحة هذا الموضوع مو موضوع ثانوي في الحياة، لا مو موضوع ثانوي، لأنه يترتب عليه كثير أشياء. هذا موضوع كثير مهم، ولما أنا سويت الكورس الزواج وكورس الأنوثة اكتشفت أنه خصوصاً موضوع الزواج، وسمعت كثير من جتني كثير من الاستشارات والمشكلات، اكتشفت أنه في جزء مهم عند المرأة، أنها هي مرات ما تحب نفسها، مرات المشكلة مو في الرجال، مرات هي عندها كل الأدوات الكافية للعلاقة الجيدة بس هي ما تحب نفسها، هي ما تحب نفسها. يعني مرات يعني أبسط شيء ممكن يكون رجل ممتاز رائع مثال، يسلم عليه يقولها تفضلي وين نتعشى، سمي آمري، تقولك والله فتعرف إنه في مشكلة وقتها، تعرف إنه يعني في النهاية هو اللي قرر، الرجال هو اللي قرر، فتعرف وقتها إنه أوه واو
مع كل هالأدوات، مع كل هالأشياء، مع كل هالأشياء اللي تملكها، لا، في عندنا مشكلة في حب الذات، في عندنا مشكلة في إنه شخص عنده نوع من إنه الهوية المادية، الهوية الفكرية، الهوية المشاعرية، الهوية الطاقية فيها شوي عدم اتساق أو عدم اتصال أو عدم تقبل أو عدم حب. لذلك هذا الشيء مهم، وعشان كذا أنا حطيت جلسة كثير مهمة لأي سيدة متزوجة أنها تحضر هذه الجلسة، موجودة كهدية مرفقة ضمن دورة دايزي الوعي الزواجي.